السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم راح اشرح لكم الاكزامبلات اللي تخص الموضوع. الفيديو الاول اللي بعثت لكم اياه، اكزامبل رقم واحد يطلب من عندنا نطلع الار ام اس فاليو لاشارتين، اشاره فولتيه واشاره تيار. اشاره الفولتيه نعطينا معادلتها، هي عباره عن سينوسايدال ويف. نلاحظ انه باشاره الفولتيه ماكو في نوت، يعني راسا بعدين من الهارمونكس اوميجا 1، بعدين هارمونك الثانيه 2 اوميجا 2 و 3 اوميجا تي. بينما إشارة التيار بها الاي نوت اللي هو العشرة، وبها بعدين بقية الهارمونيكس. احنا اخذنا بالمحاضرة انه اذا نريد نطلع الفي ار ام اس فاليو نقول تحت الجذر في نوت تربيع زائد في 1 تربيع على 2، في 2 تربيع على 2، في 3 تربيع على 2، وهكذا تطلع قيمة الار ام اس فاليو للاشارة اللي هي نون سينوسايدل وتحتوي عدد من الهارمونيكس. فنطبق القانون ونشوف انه بالناحية الفولت هسه هنا للفولتيه في ار ام اس، لانه بمعادلتها ما عندنا دي سي، فنحن ما راح يكون جزء الدي سي موجود. راح نبدي من الهارمونيه الاولى، في 1 ماكسيمم اللي هي ال 20 تربيع زائد ال 15 تربيع زائد ال 10 تربيع كليتها على 2 تطلع قيمه الفولتيه 19 فولت. بينما للتيار بما انه هو متكون من جزء دي سي اللي هو الاي نوت العشره، 10 تربيع زائد بقيه الهارمونكس، ناخذ بس الابسولوت فاليو اللي هي 6 ثم الاثنين ثم الواحد تربيع على 2 تحت الجذر تطلع لنا قيمه الار ام اس فاليو لاشاره التيار. اكو هوم ورك بهذا الموضوع، اللي يحل الهوم ورك ارجو ان يدز على الكلاس روم. هنا بعدين عندنا اكزامبل رقم 2، عندنا دائره، هاي الدائره اللي تشوفوها قدامكم، هاي الدائره يريد نطلع لها تيار الار ام اس فاليو والفولتيه الار ام اس فاليو اللي تمر بالار واللي تمر بالمتسعه، ونعطينا مصدر. المصدر هو قيمته 12 زائد 10 ساين 2 تي، يعني هذا المصدر من اشوف من اقرا قيمته 12 زائد 10، يعني اقول انه بي دي سي اللي هي ال 12 وبي هارمونكس اللي هي ال 10 ساين 2 اوميجا تي. الهارمونكس الاولانيه الاصليه الفاندمنتال هي قيمتها الماكس الابسولوت فاليو عندنا 12، وبعدين عندنا تجي ال 10 ساين 2 اوميجا تي. زين هسه اني حتى اجي ابدي احل ونطلع الار ام اس فاليو اللي يمر بالمقاومه اللي هي 3 اوم وبالمتسعه اللي هي 8 فاراد التيار والفولتيه، وبعدين نطلع الباور. قبل ما راسا اجي شو اسوي اني؟ اخلي ارتب الدائره وارسمها بطريقه مرتبه، بحيث اني من ارسمها بهاي الطريقه اقدر احلها عن طريقه السوبر بوزيشن. احلها باستخدام، نشوفوا هنا أنا كاتب ريدرو، يعني نعيد رسمها. شنو نعيد رسمها؟ اخذنا الجزء ال 12 خليناه على كانه مصدر دي سي، هاي ال 12، وخلينا ال 10 ساين اوميجا تي اللي هي ساين 2 تي خليناها كمصدر تيار مصدر فولتيه متناوبه، وبعدين عندنا هاي المقاومه هي 3، بعدين راسا ايش سوينا؟ الثمن فاراد اللي هي المتسعه حولناها للممانعه مالتها اللي هي تساوي 1 على اوميجا سي، احنا اوميجا نعرفه اللي هو 2 تي، 1 على 2 تي ونغربه بالسي اللي هي ثمن فاراد، طلعت لنا قيمه الممانعه مالت المتسعه اللي هي 4 اوم، واحنا قلنا بالمحاضرة إذا تغير الأوميجا تتغير قيمة المتسعة أو تتغير قيمة الملف، لأنه قيمهم تعتمد على بيها موجود بها أوميجا، والأوميجا هي 2 باي إف. زين هسه اذا نريد نحسب بالنسبه لل 12 فولت، اذا نريد نحسب الفولتيه او اللي بالمقاومه بالنسبه، اذا اخذنا تاثير ال 12 فولت، اذا شغلنا ال 12 فولت اللي هي دي سي، راح تكون هاي المتسعه تكون اوبن سيركت، وهاي الفولتيه هنا راح تكون هاي المتسعه هنا اوبن سيركت. بما انه راح تكون اوبن سيركت، يعني راح يكون التيار يساوي اللي مار بالدائره يساوي صفر، يعني المقاومه 3 اوم يمر بها تيار قيمته صفر، يعني الفولتيه اللي على طرفيها تساوي صفر، والفولتيه اللي على طرفي المتسعه
هاي هنا المتسعة صارت open circuit، ومن هنا أنا عندي مصدر 12 فولت، فإذا الفولتية اللي على طرفي المتسعة هي 12 فولت، والفولتية اللي على طرفي المقاومة تساوي صفر، لأن التيار المار بالمقاومة يساوي صفر. إذا نريد نشتغل بالأي سي راح تكون أول شيء نقول هي دائرة بسيطة جدا عبارة عن مقاومتين، المقاومة R والممانعة مات المتسعة اللي هي الأكسي. فرأسا شو نقول؟ نقول زد شو تساوي؟ زد تساوي 3 اوم ناقص جي 4 اوم اللي هي ال 4 اوم اللي طلعناها مات الاكسي مات المتسعه. اذا الاي هو شي يساوي اي على زد. هنا الفولتيه اللي هي مات العشرة احنا نعرف اخذنا ايضا بالمحاضره حتى نطلع القيمه مات الار ام اس فاليو الافكتيف مات الهارمونكس، انه ايش ناخذ؟ نقول اي في ماكسيمم او اي ماكسيمم على جذر 2. هاي عندنا هسه الفولتيه 10 على جذر 2 والزاوية مالتها صفر، لأن الساين أوميجا 2 تي ماكو وياها ثيتا، ماكو وياها ثيتا، يعني هنا عندنا 10 ساين أوميجا تي زائد صفر، لأن الثيتا هنا زائد صفر، لأن هي المفروض ساين أوميجا تي زائد ثيتا، ثيتا هنا ما موجودة، إذا صفر. فإذا نطلع قيمة العشرة على جذر 2 حتى ناخذ القيمة الإفكتيف مالتها، نقسمها على المقاومة اللي إحنا طلعناها، طلع عندنا قيمة التيار، إذا التيار طلع، المقاومة عندي قيمتها، وتيار طلعته، اذا اضرب المقاومه اللي هي ثلاثة اوم بالتيار طلعته، تطلع لي الفولتيه اللي تمر على الفولتيه اللي تمر على طرفي الفولتيه اللي تمر على طرفي المقاومه. ضربت التيار اللي استخرجته بالمقاومة، هنا نضربنا التيار بالمقاومة، هاي المقاومة اللي هي الـ العادية ويا التيار اللي طلعناه، طلعت لنا قيمة الفولتية اللي هي على طرفي المقاومة. بعدين نضرب التيار اللي طلعناه بالمتسعة بالقيمة الممانعة الزيت مالت المتسعة اللي هي قيمتها طلعناها حسبناها اللي هي 4 اوم وزاويتها 90 ناقص 90، نضربها بالتيار اللي استخرجناه راح تطلع لي قيمه الفولتيه اللي على طرفي المتسعه بسبب التيار اللي استخرجناه. زين اذا نريد نكتبهن بالتايم دومين، الاي شو يساوي بالتايم دومين؟ احنا طلعنا قيمه الاي، طلعت قيمته الآي طلعت عندنا قيمته هياتي. هسه نرجع نشوف ايش قد قيمة التيار، هذا التيار طلعت عندنا قيمته، هذه قيمة بها زاوية. إذا وبالدي سي ايش قلنا احنا بالدي سي؟ بالدي سي قلنا احنا ما عندنا بالدي سي كان التيار ساوى صفر لأن كانت اكو متسعة، التيار ساوى صفر لأن كانت اكو متسعة. فإذا حتى نكتب المعادلة مالت التيار بالتايم دومين نقول اي يساوي دي سي مالته صفر، خلينا صفر، زائد الهارمونيك الأولانية اللي سببتها الفولت من اللي سببتها الفولتية أم ال 12 ساين أوميجا تي هي 2 ساين أوميجا تي قد 2 تي زائد الزاوية، صار هسه عندنا زاوية مالت التيار. كذلك نقدر نكتب الفي ار بالتايم دومين ونكتب الفي سي بالتايم دومين، لان احنا بالفي ار بالتايم دومين نكتبها بحاله الدي سي كانت فولتيتها صفر لان كان التيار يساوي صفر، لكن من اجت الهارمونكس الاي سي ومرت خلالها تيار صارت قيمتها 6 ساين اوميجا تي اللي هي 2 تي زائد زاويتها. وكذلك الفولتيه بتاع اللي تمر بالمتسعة 12 زائد 8 ساين، هنا اكو غلطة مطبعية، المفروض هنا 6 على جذر 2 وهنا 8 على جذر 2، 6 على جذر 2 8 على جذر 2، كذلك حتى هنا الاثنين على جذر 2، غلطة بالطباعة. زين هسه اني طلعت سويت سيريز، صار عندي سيريز للتيار بالتايم دومين، وعندي سيريز للفولتية مالت المقاومة R بالتايم دومين، وعندي سيريز للفولتية مالت المتسعة
بالتايم دومين. هسه اريد اطلع الار ام اس فاليو. الار ام اس فاليو للتيار هي ياخذ الاي نوت تربيع اللي هو الصفر زائد الهارمونيك الاولى 2 تربيع على 2. زين الفي ار الفولتيه الفي نوت تربيع اللي هي صفر زائد الهارمونيك الاولانيه تربيع على 2. كذلك الفي بالمتسعه على نفس الطريقه 12 اللي هي الفي نوت 12 زائد الثمانيه تربيع على على 2. زين الباور هسه اقدر اطلع الباور اي ار ام اس فاليو تربيع في المقاومه. المقاومه 3 والتيار 2 على جذر 2 تربيع بالهاي ناخذه بدون الزاويه هنا اللي عندنا نحسب بس الباور اللي عندنا نحسب الباور. هسه اكزامبل رقم 3 عندنا هنا بالاكزامبل رقم 3 عندنا هاي الدائره متكونه من مقاومه اللي هي 2 وعندي مقاومه هنا 1 مربوطه على التوالي ويا ال وعندي هنا متسعه مربوطه على التوازي ويا هذا ذراع ويا هذا ذراع توازي وعندنا هاي المقاومه هنا قبلهم عندنا هنا مصدر وهذا التيار ويطلع من المصدر. الأوميجا إل حسبنا الأوميجا إل طلعت 1 أوم. الأوميجا إل هاي يعني 2 باي إف إل. والأوميجا سي اللي هي طلعت 6 هاي هنا الأوميجا سي 6 والأوميجا إل تساوي 1 أوم والأوميجا سي تساوي 6. هاي السي أوميجا 1 على أوميجا سي 6 وأوميجا إل تساوي 1. فولتي المصدر هذا المصدر هيتكون من 60 هاي اللي هي بحالة الدي سي زائد 30 ساين أوميجا تي هاي أوميجا تي هذه أوميجا تي زائد 25 ساين 3 أوميجا تي هارمونيك هاي هارمونيك زائد 10 ساين 6 أوميجا تي هاي يعني هاي هارمونيك 3 هاي الهارمونيك السادسة هاي الهارمونيك الأولى وهذا الدي سي وهاي الهارمونيك قيمة الأبسوليوت مالتها الماكسيموم 30 هاي الهارمونيك قيمتها 25 هاي الهارمونيك قيمتها 10. يعني تشوفون أنه أنا عندي إشارة أساسية وياها هارمون وياها 3 هارمونيكس كل واحدة من هاي الهارمونيكس لها زاوية يعني لها تردد يعني ده أقصد بي لها ترددها يختلف عن تردد الهارمونيكس الثانية ولها قيمة أبسوليوت يختلف عن الأخرى. هذه ترددها هذه زاويتها صفر الأولى زاويتها ثيتا صفر هاي زاويتها 60 هاي زاويتها 30 أوكي وكل واحدة من عندهن لها تردد خاص. زين هسه نطلع التيار ونطلع الار ام اس فاليو ونطلع الباور. أول شيء بحالة الدي سي المقاومة اللي عندنا هي شنية هي 3. ليش 3؟ هي هاي جاية من حاصل جمع الثلاثة زائد الواحد. منين جايتنا هاي الثلاثة؟ هاي الثلاثة جاية من حاصل جمع الثلاثة زائد الواحد من حاصل جمع الثلاثة زائد الواحد. زين بالزت وان شو تساوي؟ تساوي 2 اللي هي هاي الاثنين زائد هسه صار عندي مو عندي صار عندي تردد هسه صار قامت يعني هاي الهارمونيك تشتغل يعني 1 اللي هي 1 هاي الام زائد ال اللي هي 1 اللي هو 1 جي وبكلها على التوازويه منه ويا ال 6 ام اللي هي ماينس 6 جي يعني هاي الاثنين زائد هذا الفرع وهذا الفرع على التوازي هذا الفرع بي اوميجا ال اللي هي وهذا الفرع ب ناقص 6 جي وهذا بحالة الأوميجا هنا 1. بالزت ثري عندي المقاومة نفسها هاي تبقى هي نفسها 2 بس هسه مش مرتبطة ويا ذني زائد على التوالي ويا ذني المربوطات على التوازي 1 أوم. هسه ايش قد هاي صارت؟ هاي راح تتغير قيمتها صارت جي 3 وهاي ايش راح تصير؟ هاي يصير أوميجا 1 على أوميجا سي. أوميجا سي ايش راح تصير؟ صار ناقص جي 2 لأن هسه هاي لأن هاي الأوميجا صارت 3 فهذه تنضرب بالأوميجا تصير جي 3 هاي تنقسم على الأوميجا تصير ناقص جي 2. اما بالجي 6 اللي هي نفسها الاثنين مربوطه على التوالي ويا هاي الطرفين هم راح تتغير قيمتها واحنا قلنا تتغير قيمتهم بالتردد ايش راح تصير القيمه؟ 1 هاي ايش راح تصير؟ صارت الجي 6 راح تصير جي 6 وهذه هي 6 هي راح تنقسم على ال 6 راح تصير ناقص جي 1. بالنهايه راح يصير عندي 3 مقاومات زت 1 زت 2 زت 3 وزت بالدي سي. هاي الثلاثة زت بالدي سي وهذني ليش اختلفن؟ لأن يعتمدن على التيار إذا العفو يعتمدن على التردد تتغير قيمهن. إذا فأني أقدر أطلع
I1 وI3 وI6. I1 هو شي يساوينا؟ يساوينا الثلاثين، هذه الهارمونيك هاي الثلاثين، هاي الثلاثين وزاويتها صفر لأن ساين أوميجا زائد صفر، زاويتها صفر على المقاومة الأولانية اللي هي مالت الI1 اللي هي 3.5 هاي المقاومة وزاويتها. زين الI3 اللي هي 25 وزاويتها 60، 25 وزاويتها 60 مقسوم على Z2 اللي هي 5.6 وهاي زاويتها. زين الI6 اللي هو 10 وزاويتها 30 مقسوم على Z6 اللي طلعناها. اذا هسه نقدر نرسم، العفو نقدر نكتب الاي بدلاله هارمونيك بالفوريير سيريز اللي هو متكون من عدد من الهارمونيكس اي، ال20 اللي هو قيمه التيار بالدي سي اللي هي ال20 زائد هاي طلعنا هاي الهارمونيات الثلاثه اوميجا تي ناقص 15.3 وهاي الهارمونيه الثانيه التيار الثاني وهاي الهارمونيه كمان لا هاي. زين هسه نريد نطلع الفي ار ام اس. الفي ار ام اس انا عندي الفوريير سيريز مالت الفولتيه، انا عندي هاي السيريز مالت الفولتيه هياتي موجوده، هاي موجوده الفوريير سيريز مالت الفولتيه بس ما كان عندي الفوريير سيريز مالت التيار. طلعت الفوريير سيريز مالت التيار اللي هو انه وهاي من جتي ال 20 هاي جتي من 60، هاي ال 20 من جتي من 60 تقسيم 3 من 60 بالدي سي 60 هي 60 هاي 60 تقسيم هاي الثلاثة طلعت لنا هذا الحد الأولاني أو الدي سي. هسا الـ VRMS مالت الفولتية هي عندنا الهارمونيك الفوريير سيريز مالت الفولتية، الدي سي تربيع بوحدة بعدين الهارمونيكس كل وحدة تربيع على تقسيم 2. أما بالـ RMS مالت التيار اللي احنا المعادلة سويناها اللي جبناها اللي هي هذه الدي سي تربيع اللي هو العشرين بعدين الهارمونيكس كل واحدة من عندهن تربيع تقسيم اثنين بعدين الباور اما نقول في نوت اي نوت في نوت اي نوت زائد في 1 اي نوت اي 1 وال الزاوية او في 1 في 2 هاي يعني حسب الهارمونيك نقدر نطلعها يعني بس نضرب هاي عندي هاي معادلة التيار وعندي معادلة الفولتية نعطيني اياها 20 ب 30 20 ب 60 العفو 20 ب 60 8.5 بال 30 الهارمونيك الثانية مالت الفولتية على 2 كوساين الزاوية يا زاوية هاي الزاوية اللي هي هاي ناقص 15 وبعدين 4.4 بال 25 مالت الفولتية والزاوية هذه اللي عندنا ونجمعهن كليتهن وممكن نقول الباور اللي ده تمشي بس بالاثنين اوم بس بالاثنين اوم هي الاثنين اوم بالار ام اس فاليو مالت التيار اللي هي طلعناها اللي هي 21.3 تربيع يعني اي تيار ار ام اس فاليو تربيع في المقاومه اللي هي الاثنين طلعت لنا اياها بس بالبقيه الار ام اس فاليو في ار ام اس والار ام اس هاي طلعناها عن طريق المعادلتين الفوريير سيريز مالت التيار مالت التيار ومالت الفولتية اللي احنا نعطينا اياها بالسؤال هذه مالت التيار احنا اوجدناها ومالت الفولتية نعطينا اياها نضرب في نوت اي نوت بعدين في 1 اي 1 كوساين الزاوية في 2 اي 2 كوساين الزاوية في 3 اي 3 كوساين الزاوية راح تطلع لنا قيمة الباور وهذه وإذا أردنا الباور فقط بالمقاومة بس اثنين نأخذ بس التيار الـ RMS value مالت القيمة تربيع ونضربه في المقاومة. إكزامبل أربعة عندنا هنا هذا الإكزامبل هو عبارة عن دائرة متكونة من متسعة اللي هي CX وملف اللي هو L وهنا متسعة أخرى هي CY. هذا ما بي أرقام بس يريد إنه شو نطلع يريد نطلع من قيمة نوجد CX ونوجد CY بحيث هو إيش قايل لنا بالسؤال قايل لنا إنه total impedance for the first harmonic تساوي صفر total impedance for the first harmonic تساوي صفر هاي معلومات انطانا اياها حتى نستفاد من عندها و total impedance for the six harmonic تساوي infinity بالfirst harmonic تساوي صفر وبالsixth harmonic تساوي infinity بالfirst harmonic يعني عنده اوميجا بالsixth harmonic عنده 6 اوميجا صح
بالفيرست يعني عنده اوميجا ات اوميجا بال6 ات 6 اوميجا. زين هسه اني لو ابغى اجي من هنا واطلع الزت شغله سهله جدا، هذه مربوطه على التوازي، هي هاي هدني توازي بيناتهن وهذه وياهن بعدين تكون توالي، يعني دني توازي بيناتهن هدني وهذه وياهن على التوالي. اوكي زت 1 نقدر نقول زت 1 شو تساوي اللي هو يقول فيرست هارمونيك يعني اوميجا ات اوميجا تساوي ناقص جي اوميجا سي اكس، هذه ناقص جي اوميجا سي اكس زائد حاصل دني توازي حاصل ضربهن على حاصل جمعهن تساوي صفر. زين بال 6 الزد 6 هي ناقص جي على 6 اوميجا سي زائد حاصل دني توازي بس تحصير قيمتهن 6 اوميجا تساوي انفينيتي. نجي على هاي من هنا عندي معادله بها مجاهيل تساوي صفر، من هذه من هنا هاي المعادله اقدر اطلع لان عندي تساوي صفر اقدر اوجد اكس اوف سي 1 تساوي 1 على اوميجا سي اكس وتساوي من عندها تساوي 36 على 35 اوميجا ال، يعني بقت هي بدلاله اوميجا ال لان انا ما عندي ارقام فهي راح اطلع الاكس سي اللي هي يريدها بس بدلاله اوميجا ال، بدلاله اوميجا ال يعني الاوميجا مضروبة بالإل أوم، هاي قيمة الوحدة مالتها أوم بس هي طلعتها أرقام، هاي أرقام بس وياها مجهول بقى المجهول اللي هو من هو أوميجا إل. كذلك أيضا أرجع على المعادلة أعوض بالأوميجا بالأكسي ب 36 على 35 أوميجا إل لح تطلع لي أكسي واي تساوي 36 أوميجا إل، كذلك بقت الأوميجا إل لأن ما طاعطيني أرقام أوميجا إل أوم. إذا ينطيني قيمة الإل أقدر أطلع والأوميجا أعرف إيش قد أقدر أطلعها وتطلع قيمة